السلام عليكم اصدقائي، وياكم عادل وفيديو جديد من كل يوم معلومه. فيديو اليوم راح اشرح لكم اذا كان عندك جهاز اندرويد وتحس اكو ثقل بالتصفح مالته وتحب تزيد سرعته. خطوات بسيطه جدا، اروح للضبط، بعدها انزل جوه الى حول الهاتف، بعدها اروح معلومات البرنامج، اضغط على معلومات البرنامج راح تطلع عندي هاي القائمة، اروح على رقم الاصدار، اضغط 7 مرات متتالية على رقم الاصدار، راح يطلب من عندي الكود مال الجهاز، بعدها راح يقول لي تم تفعيل وضع المطور. ارجع لي ورا بالضبط، ارجع لي ورا وانزل جوه، القى هذا الخيار هو خيارات المطور متفعل. قبل لا ادخل للضبط ما كان هذا الخيار ظاهر، اجي اضغط عليه وانزل لي جوه، واجي انزل لي جوه لهاي الخيارات اللي هو حجم الرسوم المتحركة للنافذة، اجي اضغط عليها واجي اقول له حجم الرسوم المتحركة في 0.5، اجي اختار هذا الخيار، اجي اختار هذا الخيار 0.5، بعدها راح احس بفرق كبير بتصفح الجهاز. لهنا حبايبي انتهى المقطع مالتنا، اتمنى تكون استفاديتوا من الفيديو، ولا تنسون اللايك، لا تنسون الاشتراك. نلتقيكم بفيديو جديد، اخوكم عادل الربيعي في مالله.